يعني كابتن علاء ازاي بيفكر مستر موسيماني لمباراه النهارده؟ بيفكر اولا بيفكر في المباراه الاول، هو ما فكرش في احتفاليه، ما فكرش في حاجه خالص. هو ده تفكيره وده تفكير كل اللعيبه الموجوده في المباراه النهارده. بيفكر يعمل مباراه كويسه، يطمئن على كل اللعيبه. النهارده في تغيير في التشكيله بنتكلم عليه، لكن هو عايز يطمن على كل اللعيبه، عايز يطلع بمكسب ده اكيد طبعا. عايز اليوم يخرج بالشكل اللائق بالنادي الاهلي. مباراه حلوه، مكسب كويس، كابتن شريف كان بيتكلم، والاحتفاليه في الاخر تبقى احتفاليه حلوه. يعني اليوم كله هو فكر في اليوم كله، ايمن يوم يستفيد اللعيبه حتى تبقى مبسوطه نفسيا، تطلع يعني كسبان الماتش، عامل ماتش حلو. اللعيب يعني فرحه اللعيب لوحده بيطلع مباراه هو حاسس ان هو كويس، دي فرحه ما 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 ملهاش 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 بديل. يحب دايما يطلع مبسوط، عامل ماتش كويس، كسبان المباراه، وبعدين يبقى الاحتفاليه بعد المباراه ان شاء الله احتفاليه كويسه. يعني هو عايز يخرج باليوم يوم كويس، يوم بدون اصابات لكل اللعيبه اللي موجوده، بيطمن على اللعيبه اللي النهارده بيديها فرصه. وفي الاخر هو خلاص الدوري الحمد لله اتحسم، وبطوله جديده تضاف للنادي الاهلي، الف مبروك طبعا. وعلى الجانب الاخر هتلاقي مباراه مش ما فيهاش شده الدوري، يعني الجيش خلاص في المركز العاشر، النتيجه ممتازه مع كابتن حميد بسيوني، عمل طفره هايله مع طلائع الجيش، حساب له طبعا. فهتلاقي المباراه ما فيهاش اللي هي شده حزبه النقاط، لكن الاهلي عنده الحزبه الاهم انه عايز يكسب النهارده، هو ده الاول. وفي رقم قياسي كمان لو حققه النهارده هيعادل الرقم القياسي بتاعه. طيب جميل، يعني برضه الرقم القياسي بتاعه هو كان بتاع النادي الاهلي، فاهمني؟ فهو النهارده النادي الاهلي يلعب على المكسب، وعلى اساس اليوم يخرج النهارده مفيش اي مشاكل ان شاء الله.